احتفلت الإعلامية السعودية سهى نيولاتي مذيعة ام بي سي بزفافها في حفل أنيق ضم عدد من مذيعي القناة، على رأسهم سارة تندراوي التي نشرت الصور الأولى للعروس. حفل زفاف سهى نيولاتي انتشر صور منه على الانستغرام مع مقطع لافت لدخول العروسين على المدعوين ليخطف فستان الأنظار بأناقة تصميمه، فجاء مطرزا من أعلى بشكل أنيق ولافت ومنفوش من بعد الخصر. كما لفت الانتباه بقوة طرح سهى نيولاتي في حفل زفافها التي جاءت بتصميم مميزا من خلال تطريز بارز، وأكمل جمالها بوضع تاج ماسي على رأسها جعلها تبدو كأميرة في ليلة العمر. وكعادتها ظهرت سهى نيولاتي بشكل ناعم، فاعتمدت على تسريحة شعر بسيطة من خلال ترك تموجات واسعة لخصلاتها مع زمة من الجانبين ووضع مكياج سموكي بارز للعيون. وكشفت صور زفاف سهى نيولاتي عن مرافقة سارة تندراوي لها من بداية التجهيزات وحتى انطلاق الحفل، حيث نشرت الأخيرة صورتين لهما سويا، الأولى من داخل الفندق قبل بدء العرس والثانية من السيارة أثناء توجههما إلى مكان الاحتفال. وعلقت سارة تندراوي على صورتيها مع العروس قائلة ألف مبروك للعروسة سهى نيولاتي. وفي ذات السياق نشرت أيضا المذيعة سارة بنت عبد العزيز إطلالتها في حفل زفاف سهى نيولاتي معتمدة على قفطان مخملي أنيق التفاصيل. وعلقت سارة بنت عبد العزيز على صورتها قائلة اليوم فرحة صديقة تجمعني بها ذكريات كثيرة وحلوة في الإعلام، الذكرى الأجمل وأنا بشوفها تتزف لشريك عمرها وفرحت بها لا تتوصف، بإني أشاركها أهم لحظات عمرها، الله يسعدهم ويسعدكم ويرزق الجميع. وواصلت سارة بنت عبد العزيز مشاركة متابعيها بلقطات من أجواء زفاف سهى نيولاتي بنشر فيديو من حفل وهي تستعرض جمال مكياجها عن قرب.